المصريون والذهب، علاقة مدهشة. كان الذهب عند المصريين القدماء رمزاً للخلود، لكنه اليوم رمزاً للجمال والثراء. في هذه الحلقة، زاهي حواس وأسرار مومياء توت عنخ آمون. ماذا حدث لكنز توت عنخ آمون خلال الثورة؟ عزة فهمي من حي خان الخليلي إلى العالمية. ميمة الشافعي صاحبة تصميمات فرعونية بصبغة معاصرة. إكرام نخلة مصمم حلي للملكات. صبري معروف وفكرتهم عن الجمال. الأقصر المدينة الهادئة تحوي صخباً من الأساطير في باطنها. يمر نهر النيل الخالد بها فيقسمها إلى جزئين، البر الشرقي حيث معبدا الكرنك والأقصر، والبر الغربي الذي يحوي جبانات العالم الآخر. في البر الغربي تقع قرية الجرنة، محتضنة في أرضها العريقة مقابر أشراف مدينة الإله آمون، داخل جبانة ذات فخامة بالغة وغموض يملأ أركانها فيزيدها جاذبية وسحرا. بالقرب من الجرنة يرقد ملوك الفراعنة، أما هنا فيرقد الحكام والأمراء، الوزراء وكبار الكهنة في مقابر زينت جدرانها برسومات وكتابات سجلت مظاهر الحياة ومراحل البعث والخلود. في هذه الجبانة دفن أسرحات نخت ومنا، كما استخدم مزيج فريد من الفن الكلاسيكي مع فن تل العمرنة في مقبرة رموزة وزير الملك أمن حتب الثالث. اعتبرت مقبرة رخميرة الأهم في الجبانة، حيث امتازت بدقة وجمال المناظر المنقوشة على جدرانها. شغل صنفر وظيفة عمدة طيبة خلال عصر الملك أمن حتب الثاني، وتعتبر مقبرته التي أطلق عليها كرمة العنب واحدة من أجمل مقابر جبانة الشيخ عبد الجرنة. تقلد صنفر العديد من الوظائف، حيث أشرف على حقول آمون ومخازن الغلال. احنا هنا في مقبرة صنفر في الشيخ عبد الجرنة عشان نكشف سر الذهب. الذهب في مصر القديمة كان زي التراب، كان في كل مكان. عندنا أول خريطة للذهب موجودة في متحف تورينو من عهد الملك سيتي الأول، بتبين كل الطرق اللي بتوصل للذهب. المصري القديم كان عنده ورش، عندنا ورشة مشهورة جدا في الدولة القديمة في سقارة، وبتبين إزاي كانوا بيعملوا كل الذهب. لكن أجمل حاجة عجبتني في المقابر وفي الورش إما كانوا بيجيبوا الأقزام عشان تشتغل في استطاعة الذهب. عندنا أول وأجمل خطاب بعته ملك ميتاني في عهد الملك أمن حتب الثالث، بقول له ابعت لي ذهب لأن الذهب عندكو زي التراب. في صحراء مصر الشرقية استخلص الذهب من المناجم بوادي الحمامات وعباد، أما في عصر الدولة الوسطى اتجهت الأنظار إلى النوبة، حيث كثر الذهب في مناجم وادي العلاقي وجبجبة. وسجلت بردية تورين الشهيرة تحركات بعثة تعدين في الصحراء الشرقية لتصبح أقدم خارطة جيولوجية في تاريخ البشرية. لو احنا شفنا في مقبرة صنفر بنلاقي المناظر الجميلة فيها اللي بتبين لنا أهمية الذهب، الهدايا اللي بتديها مريت بتديها لجوزها صنفر. صناعة الذهب في مصر كان ليها ناس متخصصة فيها، ليها عائلات وكان ليها مناطق، زي مثلا منطقة الساغة في خان الخليلي، كان في سقارة كان في عيلة مشهورة قوي وهي بتعمل صياغة الذهب، في الأقصر في
مقابر كتير بتبين صناعة الذهب زي ريخ مراع. صناعة الذهب المصري لغاية دلوقتي ما زالت أسرارها مش معروفة للساغة. طريقة مثلاً إنه الذهب يكون بيور ونضيف عشان لما يتعمل منه شغل خفيف ما يقطعش، دي مهارة. عملية إنه يتسبك ويبقى تماثيل ويتتحط في الكوليه، دي معمولة بطريقة الشمع، يعني كان يعملوا الشكل شمع وخفيف ويبقى فيه مونة حرارية تستحمل الحرارة حوالين الشمع ده من جوه ومن بره، ويسخنوا الشمع ويصبوا بداله الذهب. دي نفس الطريقة لحد النهاردة ما اتغيرتش في أي مسابك أو أي صياغة للذهب في العالم. هي الطريقة المصرية، هم ابتدوها المصريين، سباكة الشمع، إن هو الشمع هو الوسيط للذهب. الذهب المصري هو أرق ذهب في الحضارات القديمة، يعني سمك الذهب نفسه رقيق قوي عشان قيمته العالية وعشان يستخدم بخفة وزن في الكوليه أما يتلبس، لدرجة إنه في مثلاً إنه هو بيعمل وسيط مونة ويغطسها في الذهب وهو سايل ويطلع بسمك خفيف. لحد النهاردة إحنا مش عارفينه في العصر الحديث، ما نعرفش إيه المادة اللي بيغطس فيها الذهب وتطلع رقيقة لا تتجاوز أقل من مثلا 1/20 ملي. الذهب اتلون أيام الفراعنة، يعني في ذهب أحمر موجود في المتحف المصري حتى الآن، إحنا برضو ما نعرفش سره في العصر الحديث، مش بس في مصر وفي العالم. تقطير الذهب يعني يعمل نقط جنب بعض، الأسورة بتاعت رمسيس المشهورة معمولة اللي هي الأوزة. السلسلة اللي شايفينها هنا دي مشهورة قوي دلوقتي في العصر الحالي بأنها السلسلة الإيطالية، اللي هي عبارة عن ضفيرة جوه بعض ملفوفة، وبيبقى سمكها ساعات يبقى رفيع قوي، يعني لا يتعدى مثلا 2 مليمتر لغاية ما بتوصل لغاية مثلا 4 مليمتر، ودي موجودة في خان الخليلي، ولكن من أيام الفراعنة كانت موجودة أهي، وهي مفرغة من أيام الفراعنة، وكان الستايل بتاعها مشهور قوي إن هي محبب، ولغاية دلوقتي محببة في العصر الحديث. صياغة الذهب في مصر كانت عالية جدا وكانت محببة، لسبب إن كان الكتان كله أبيض والحاجة الوحيدة الجميلة على الشكل هو الذهب. الذهب في مصر القديمة كان زي التراب، لكن عشان نعرف أهمية الذهب ونعرف أسرار كتيرة ونكشفه، تعالوا بنا نروح مقبرة توت عنخ آمون. وادي الملوك، المكان الهادئ المنعزل اللي فراعنة الأسرة الـ18 اختاروه عشان يبقى المكان المقدس لدفن الملوك. خوفاً من عبث اللصوص بمقابرهم، لجأ ملوك الدولة الحديثة إلى تشييدها في باطن صخر بوادي الملوك. لم تتوقف أعمال البحث عن مقابر الوادي المكدس بمقابر العظماء. عثر حتى الآن على 64 مقبرة ملكية وغير ملكية، وما تزال المنطقة تحوي سحراً خاصاً، فبها يرقد نابليون العصر القديم، الملك تحتمس الثالث، وكبير ملوك الرعامسة الملك رمسيس الثاني. هنا حكاية الأولين، هنا لغز الأبدية، هنا أسرار واحدة من أعظم حضارات البشرية. جينا المكان اللي في 4 نوفمبر 1922 حسين عبد الرسول وجايب المية للعمال يشربوا، نزل الزير حطه على مدخل المقبرة، كشف المدخل طلع يجري هوارد كارتر، وهوارد كارتر جه وقال دي مقبرة توت عنخ آمون. فعلا 4 نوفمبر 1922 كشفت أهم مقبرة في وادي الملوك من مقابر 64 مقبرة، هي مقبرة توت عنخ آمون.
في عام 1917 تقدم كارتر برفقته كارنافون نحو منطقة وادي الملوك، وفي نهار يوم 22 نوفمبر من عام 1922 تلقى كارتر صراخ أحد عماله، والذي عثر على درج يقود إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون. صنع كارتر فجوة في المدخل وأطل منها قبل أن يخرج رأسه قائلاً: أشياء رائعة، ذهب في كل مكان. وتتكون المقبرة من حجرة أمامية وأخرى جانبية وحجرة الدفن التي تحوي جثمان الملك، وهي أكبر الحجرات حجما، وحجرة الكنز الممتلئة بآلاف القطع الذهبية التي تمثل الأثاث الجنائزي للملك. لو وقفنا قدام الكانوبيك شارز وشفنا الأربع أواني كانوبية بوجه الملك معمولة من الألباستر، التمثال الماني كان بتاع الملك، وهو ده، هل ده كان بيحط عليه الملابس بتاعته؟ لكن حاجة روعة وجميل، جمال غير عادي. عندنا تمثيل للملك كملك للوجه القبلي ورجل بحري، الدروع الواقية بتاعت الجيش، الصدريات، الأساور، الذهب، يعني الحقيقة wonderful things، أثار رائعة جميلة اللي سجلها هوارد كارتر داخل المقبرة في وادي الملوك. لسنوات طويلة وجد علماء الآثار المصريين صعوبة في دراسة المومياوات لعدم توافر جهاز أشعة مقطعية خاص بدراستها، غير أن الحالة تبدل في عام 2008 عندما أهدت الجمعية الجغرافية جهازاً للمجلس الأعلى للآثار من أجل البدء في مشروع دراسة المومياوات المصرية. وتأكدنا أن المكنة بتدي نتائج باهرة، 1000 صورة تدخل جوه الموميا تبين لك كل ما يخص الموميا من عمر وموت كل حاجة. فقلنا نفحص في 2005 مومية توت عنخ آمون. أهم حاجة عايز أقولها في الفحص الأول، طلع أن الملك توت عنخ آمون مات عنده 19 سنة. والحاجة التانية المهمة، الدعاية اللي كانت موجودة في كل الأفلام اللي اتعملت إن توت عنخ آمون قتل. ليه؟ لأن كان في فتحة موجودة خلف الراس، اعتقد كل الناس إن دي بلطة اتضرب بيها فمات الملك. هوارد كارتر لما فتح حجرة الدفن سنة 1925، الحقيقة إن هو شال من 3 توابيت اللي كانوا بيغطوا الموميا، 3 توابيت منهم التابوت اللي موجود دلوقتي داخل التابوت الحجري ده، التابوت الثالث، وفي 2 في المتحف المصري اللي هم كانوا فوق الموميا، منهم واحد بالذهب الخالص. بعض الناس بتعتقد ان وزن الذهب الصافي اللي فيه بيزيد عن 100 كيلو. فهوارد كارتر التقى الموميا فيها حاجة غريبة جدا، لقى القناع الذهبي الجميل الرائع موجود على وش الموميا. من التمائم 150 أجمل قطعة أثرية في 5398 قطعة اللي هوارد كارتر طلعهم من المقبرة دي، أجمل قطعة منقوشة في رأيي كانت الخنجر. خنجر رائع جميل، ليه يعني حاجة؟ طبعا الخنجر ده كان ليه وظيفة رمزية، إن الملك بيستعمله عشان يقتل الحيوانات الشريرة اللي بتقابله في العالم الآخر. لكن أجمل حاجة بقى الكلمة اللي قالها هوارد كارتر للورد كارنافون لما سأله بيقول له شايف إيه؟ قال له wonderful things، أشياء جميلة. طبعا الأشياء الجميلة دي كانت الذهب وبريقه، لأن المجوهرات
الذهبية اللي عثر عليها داخل مقبرة توت عنخ آمون بتبين لنا ازاي المصري القديم كان بيهتم بما يضع داخل المقبرة. حجرة الكنز، أنا في رأيي إن يمكن أهم حجرة في المقبرة. يعني طبعاً حجرة الدفن طلع فيها الموميا والتابوت، لكن الحجرة دي جمالها في إيه؟ كان هنا الشراين بتاعت أنوبيس، تمثال أنوبيس واقف على شراين، منظر رائع جميل. في المكان ده تمثال للملك كملك لوجه القبلي والبحري. في الركن اللي هناك ده الاثنين أجنة اللي احنا درسناهم. وأنا أول مرة دخلت في الحجرة دي لقيت هنا الأختام بتاعت المقبرة اللي اتجمعت كلها في هذه الحجرة وجابها جون رومر. فحجرة الكنز دي جمالها في الماجيك بتاعها، إن لها سحر غريب جداً، طلع منها قطعة أثرية ساحرة جميلة بتأثر قلوب كل الناس في كل مكان. فالقطع الذهبية التي عثر عليها داخل هذه المقبرة بتبين الحلي بكافة أنواعها، من صدرية، من حلقان، من أساور، من التماثيل. أغلب التماثيل كانت مغطاة بالذهب، ودي الحقيقة هي جمال مقبرة توت عنخ آمون، إنها المقبرة الوحيدة اللي عثر عليها في الأسرة 18 اللي تدينا فكرة رائعة عن المجوهرات في مصر القديمة. لو وقفنا قدام كل قطعة أثرية في المتحف المصري نقدر نشوفها ونتكلم عنها ونربطها بمقبرة توت عنخ آمون أو بمومية توت عنخ آمون. المتحف المصري أعتقد أن ده أهم متحف في الدنيا. بس هقول لكم حاجة جميلة عن المتحف ده. مريد باشا بيسألوه ليه المتحف ده زحمة؟ ليه كل حتة فيها قطع أثرية؟ قال لهم تصوروا الحاجة دي موجودة في الشعب المصري نفسه. ادخلوا أي بيت في مصر على الحيطان صور، الصورة جنب الصورة. المصري القديم في بيته بيحب الزحمة، فاحنا عملنا المتحف المصري تعبير لما هو موجود في مصر. أعتقد الرأي ده رأي مهم جدا، لكن رغم الزحمة اللي موجودة في المتحف، المتحف له جمال غير عادي. كل قطعة أثرية بتدخل في قلب الإنسان، بدأ ببولاق متحف صغير وانتهى بهذا المتحف الضخم. لما باجي جنب التمثال وبشوف توت عنخ آمون واقف على النمر بفتكر أحداث يناير 2011. يوم 28 يناير مش هنساه في حياتي، وأنا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون ولاقي المذيعة بتقول المتحف المصري هيتحرق، ولاقي الفنان خالد يوسف المخرج المعروف يقول إن هو شايف ناس بيدخلوا المتحف المصري. يعني لو دخلوا ناس المتحف المصري معناه المتحف ده انتهى. دخلت المتحف وقابلت قوات الصاعقة اللي جم بالليل عشان يحموا المتحف، وأنا ماشي شفت قدامي وجه موميا. خفت يكون الناس دخلوا قاعة المومياوات دمروها، يعني معناها هنفقد أغلى شيء عندنا. الحمد لله لما طارق وأمناء المتحف دخلوا جوه قالوا حاجة جميلة جدا، قالوا إن كل الآثار الفريدة موجودة، بس فتحوا فتارين ورموها في الأرض لأن الناس دول كانوا بدوروا على الذهب، أي حاجة ذهبية قدامهم. عشان كده التمثال ده مغطى بالذهب، مش ذهب بالكامل، فلما كسروه سابوه في الأرض، وإحنا بعد كده رممنا التمثال ده. إما بنتكلم عن المجوهرات بنشوف مجوهرات توت عنخ آمون، بنلاقي هنا عندنا مجموعة ضخمة جداً من العقود، عليها مرة النسر المجنح، عليها مرة تانية الجعران، عين أوجات، المجموعة جعارين، عين أوجات من الفيانس، عندنا الخنجر الذهبي الرائع الجميل، عندنا خواتم، عندنا حلقان، مجموعة مجوهرات غير عادية بتمثل إزاي الكلمة اللي قالها هوارد كارتر للورد كارنافون لما بيسأله
شايف ايه؟ قال له wonderful things، حاجات جميله. من اجمل القطع الاثريه اللي موجوده في مجموعه تيت عنخ امون القناع. القناع الذهبي ده حاجه اسطوره فنيه لم تتكرر. قناع الجمال بقى اللي فيه النمس اللي موجود، تفاصيل الوجه، العلامات الملكيه اللي موجوده، والبيرد اللي هي الدق. توت عنخ امون في رايي هو سفير للاثار المصريه. وانا دايما بقول احنا قمنا بثوره، لكن طبعا لازلنا العالم لسه مش عارف ايه اللي بيحصل في مصر. لو عايزين نغطي العالم ده ثقافيا ونخلي الاعلام يتكلم بطريقه ايجابيه عن مصر، نبعت توت عنخ امون. توت عنخ امون ده اهم سفير لمصر. انا اقول لكم احنا سفرنا توت عنخ امون، سافر معارض كتير جدا، لكن المده اللي فاتت لما سافر في 2005 وراح امريكا واليابان واستراليا وبون، وراح بازل وراح لندن، قلب الدنيا. كميه الاعلام اللي اتكتبت عن مصر ليس لها مثيل. احنا كنا دايما في الافتتاح بنستغل سفيرنا توت عنخ امون ونعمل حاجات جميله. انا بعتقد السفير ده احنا سايبينه في المتحف ما بيعملش حاجه. السفير ده عشان يعمل لنا دعاية كويسة في كل مكان لازم نبص عمل لنا إيه في 2005، ونبص إن إحنا ممكن نعمل معرض يطوف بالعالم كله. يبقى توت عنخ آمون يسافر تاني ويخدم مصر ويتكلم باسم مصر. لازال بعد 3000 سنة هو أهم مصري، وأهم مصري بيعمل لمصر حاجات رائعة وحاجات جميلة. عشان كده بنقول توت عنخ آمون أهم سفير مصر. عملت قطع فرعونية بعد 30 سنة من ممارستي المهنة، تخيل. لأنه كان دايما عندي خوف إن أنا أحبطهم، خوف إن أنا أزعلهم. ده تو أوبشنز؟ يعني أنا يختار ده يختار ده. بالظبط. لا ده أحلى. الحلية الفرعونية حلية ما فيهاش غلطة، يعني شوف الشيب بتاع الهرم قد كده مودرن، إنما شامخ كده في هذا الفضاء الرائع. الوجهات بتاعت معابد سقارة السمبليسيتي اللي فيها، إنما فيها قوة. لبسوني كده، هو ما اسمه انا اعمل فرعوني شكله ايه؟ هل اعمل فرعوني كوبي زي موجوده في المتاحف؟ فقلت لا، انا لازم اعمله بشكل معاصر، يعني عشان كل حاجه بتتقدم ما تقدمناش برع، فلازم كنت ادرسه. فعملت يعني قطع فرعونيه مزيج من كل الفن الفرعوني، مش بس من الجولري، يعني استفدت من كل من الفن الفرعوني بشكل عام. الايدين كانت بتترسم ازاي، الملابس الكهنه كانت بتتلبس ازاي، المعاني بتاعه السيمبليزم الموجود في الفن الفرعوني، ومزجت كله في قطع معاصره. انما لما تشوفها تقول الله ده فرعوني، بس اتس فيري كونتمبرري.
يكمن نجاح عزة فهمي في قدرتها المدهشة على إعادة تشكيل التراث المصري القديم بطريقة عصرية، لذا تباع منتجاتها في أرجاء العالم من واشنطن إلى دبي مروراً بلندن والمتحف البريطاني. الجهد الكبير اللي بياخده القطعة من بحث ومن ديزاين ومن تعديل في الديزاين وعمل بروتوتايب والموافقة بشكل عام على البروتوتايب انها يطلع مريح ويتلبس كويس ويطلع شكله حلو كده، بعد كده كله ده بينزل الى صالة الانتاج تحت عشان تنفذ القطعة. فدول هما المصنع والمكنة اللي بتنفذ الأفكار. تحولت عزة في سنوات قليلة إلى أيقونة يحلم مصممو الحلي الناشئين مثل ميم الشافعي أن يصلوا إلى سر نجاحها. أنا من خلال مثلاً تجربتي في التصميم دايماً بلتفت للحضارة العربية القديمة والحضارة المصرية أصلاً، بحاول أدخل في تصاميمي كتير من الحاجات الخاصة بالتراث لأنه بحس إن ده بيرمز ليهم وثقافتهم وحضارتهم، وده هيخليهم مميزين جدا، هيحسسها إنها مميزة في وسط الجموع، هيحسسها إنها ست بتنتمي لبلاد ليها حضارات عريقة. كان عندي وسيلة مختلفة في إني أوصل لشريحة كبيرة من الناس عن طريق السوشيال ميديا بإني أنا أكون الموديلينج للتصاميم بتاعتي. معظم الجولري ديزاينر او الفاشن ديزاينر بيلجأوا دايما للمودلز وللاشخاص اللي اجسامهم دايما متناسقه، لكن معظم الستات العربيه او المصريه حجمهم واجسامهم واشكالهم ما بتبقاش متناسقه بشكل رهيب، فانت محتاج توصل لهم ان المنتج ده مناسب ليهم جدا. فن صناعة الحلي لا يختزل في رسم مجموعة رسومات واختيار الألوان فقط، تلك الطريقة انتهت منذ زمن سحيق. لأنك أنت الشخص اللي بيلعب كل الأدوار في البراند بتاعك، أنت المصمم وأنت الأرت دايركتور وأنت كمان بقيت براند امباسادور، فأنت محتاج أنك تكون مميز. يعني لما أي شخص بيعمل أي مشروع لازم يكون عنده منتاليتي أو طريقة التفكير أنه إزاي ينجح المشروع ده وإزاي يكون مختلف وينجح ويوصل للناس بشكل أسرع. الصائغ الجيد هو الذي يستطيع أن يرسم وينفذ اللي بيجي في دماغه. عزة فهمي كانت من أوائل المصممين المصريين الذين اقتحموا بشغف عالم الحرف المصرية التقليدية وأدركوا قيمة الإلمام بكافة تفاصيلها. قلت خلاص أروح خان خليلي اللي هي المنطقة الشعبية عندنا في صناعة الحلي، وابتدي اشتغل مساعد لصائغ. فعلا رحت هناك واشتغلت on and off حوالي سنتين اتدرب على كيف تصنع قطعه، يعني تعمل خاتم، لانه في كذا تكنيك لازم تتعلمه، ازاي تلحم، ازاي تبرد، ازاي تنظف، ازاي تلمع، بالك ازاي تبقى صنايعي. رائع وكان فرصة ان كل المعلمين الماسترز القدام كانوا موجودين، فده اداني فرصة كمان انه في البريك بتاعتي في اللحظة دي كنت انزل اشرب شاي بالنعناع مثلا مع كل المعلمين الكبار اللي في المهنة، التجار الفضة فيحكولي تاريخ المهنة قديما، ازاي كانت التواصل مع القبائل، يعني سواء بيعملوا شغل في ليبيا، بيعملوا شغل للبدو في الواحات، بيعملوا شغل اسكندرية، وتعلمت حاجات ان كانت الورش هناك متخصصة في عمل الحلي في الاقاليم ده. ده فادني في ايه قوي؟ فادني انه بقيت اكتب نوتس، كل ما معلم من المعلمين اكتب اسم المعلم واكتب نوتس، المعلم فلان كان بيشتغل الحاجة الفلانية والقطعة بتاعته دي، وكانت القبائل الفلانية بتلبس البتاع ده. فبعد 20 سنة بقى عندي ريفرنسز رهيبة عن الحلي التقليدية في مصر.
في قلب القاهرة الإسلامية يقبع الحرفيون في ورشهم يتوارثون أسرار المهنة عبر الأجيال. ده اسمه شغل شفشي، بيعتمد كله على المهارة اليدوية، كله يدوي. أنا يعني بقالي دلوقتي حوالي 25-30 سنة في المهنة. إحنا الثلاث أخوات طلعنا دخلنا مش كويس يعني، فابتدينا لما سيبنا المدارس وابتدينا إحنا الثلاثة نشتغل في الصنعة دي من واحنا صغيرين. يعني أنا بديت فيها وأنا عندي 7 سنين، اشتغلت صبي، كنت الأول بروح أجيب أكل وأجيب حاجات وأجيب الطلبات بتاعة الصناعية والطلب اللي يطلب مني أجيبه له بسرعة وكده، لحد ما بقت يعني إيه يستعينوا بيا اللي أنا أقعد أساعدهم، بقيت مساعد. وبعد ما بقيت مساعد بقيت صنايعي يعني. صنايعي اللي انت تيجي تطلبي مني اي طلب باذن ربنا اعمله. ينهمك هؤلاء الحرفيون لساعات في صناعه الحليه الفرعونيه والتي ساعدت على شهرتهم بين ملايين السياح المتدفقين على منطقه خان الخليلي في الاعوام الماضيه. وأكثر ما يجذبهم تلك الخراطيش المطلية بالذهب والتي يكتب عليها أسماءهم بالعربية والإنجليزية قبل ترجمتها إلى الهيروغليفية. إحنا بنمتاز ليه الخرطوشة ما بيعملوهاش الصين أو تعملها أي دولة تانية أو حاجة زي كده؟ لأن السائح بيجي عندنا هنا عايز خرطوشة مصرية بأيدي مصرية بطريقة مصرية. ده اسمين اتنين هتشبكوا البعض، فعملين اتنين بورتوكليه للمفاتيح، كل واحد يبقى معاه واحدة، وعملت لهم من قيمة أسبوع برضو دبلتين مكتوب برضو عليهم أساميهم برضو الخطوبة. منطقة خان الخليلي لا تجذب السياح فقط، شارع الصاغة مزدحم بالشباب الراغبين في الخطبة أو الزواج، البائعون يساعدون العائلات في عملية البحث عن الخواتم والأساور والسلاسل التي تناسب أموالهم، الذهب للعروسة والفضة للعريس كما هو العرف. هي دي سنة عندنا في العرب، لازم ذهب. ايش يا عم؟ لازم ذهب. الذهب هو البنك للفلاح، هو ما عندوش حساب في البنك واخد بالك، انما عنده حساب في بريسلتس في ايد مراته وحلق في بتاع مراته. بعد المحصول بعد ما يجني القطن او القمح او كده ويبقى عنده شويه فلوس يشتري لمراته قطعه هي ترتديها، تشتري لها كردان، يشتري لها اسوره، يشتري لها الاولاد يشتروا حلقه، لما يتزنق في الفلوس ها ياخد الكردان لانه ذهب. الذهب المصري تشكيلة متنوعة من التصميمات الحديثة والتي تعكس التراث القديم الغني، وهو ما حاول إكرام نخلة الحفاظ عليه. الحضارة المصرية عبارة عن حضارات كتيرة ليست حضارة واحدة، يعني مثلا ده فرعوني صرف مثلا، يعني ده فرعوني برضو، ده روماني من الفترة الرومانية، وهلما يعني مفيش حاجة أو ده إسلامي صرف. وأغلب الحاجة اللي أنا بعملها هتلاقيها متاخدة من القديم ولكن بخطوط جديدة. بالرغم من صغر متجره لكن مجوهرات إكرام نخلة ذائعة الصيت في أنحاء العالم، قائمة زبائنه تحوي أسماء ملكات وفنانين وأهم رائدي الأعمال. نخلة رجل عصامي كما يعرف عنه، بنى مجده بالعمل الشاق وروح المثابرة والموهبة الشديدة. كنت لما سني حوالي 19-20 سنة بروح عند واحدة
اسمها مدام نجيب باشا غالي، كنا بنسميها طنط أنا. كانت كبيرة وكانت بتشتغل للخير، وكانت بتستخدم قطع قديمة خالص وتعملها في طراز قديم مصري. فأنا اتعلمت منها أو كنت غاوي أروح عندها، وهي شجعتني بصراحة، هي شجعتني كتير جوي. كنت أخد لها الحتت وتقول لي آه ده حلو، بس ما فيش شك إنك أنت كويس إنك بتشتغل كده عشان فيها خطوط جديدة. وبعد كده كنا بنسافر تمرين صيفي أيام ما دخلت الكلية. فلما دخلت الكلية كنت مرة خدت حتتين عشان هدايا، واتزنقت في الفلوس فبحتهم. فلما لقيت إنه الحاجة بتاعتي بتتباع بصراحة هناك برا، قلت طب ما يمكن تتباع في مصر، ومن هنا ابتديت أعملها. قيل أن مدام نجيب غالي أول من انتبه لمجوهرة نخلة، غير أن ليا بطرس غالي هي من دفعته للشهرة بارتدائها سلاسل وأساور وأقراط من أعماله في الاجتماعات الدولية التي تحضرها بصحبة زوجها بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك. ليا غالي لما كانت بتلبس، بما أنها ست أولا جميلة كلاس، فيها ميزات كتيرة، وبعدين الستات لما كانوا بيشوفوها لابسة كانت بتقول ده من عند نخلة، فالناس كانت بتيجي تشوف مدام بطرس غالي بتلبس مين، نخلة ده اللي عمال يلبس مدام غالي. ومدام غالي كمان كانت تلبس هايل هايل، وكله كانت منكان، طولها جمالها شعرها، ف كله كان مفيش شك انها ساعدت كتير في انها شجعت هذا المحل. الحظ منحة لا يصرفها القدر للجميع، فقط نخلة من بين مصممي الحلي وجد أيقونة مثل ليا بطرس غالي ترتدي مجوهراته، لذا يحاول البعض أن يصبح أيقونة نفسه، من بينهم ميمة الشافي، لكن الأمر لم ينجح بالشكل الكافي. الحرفة مطلوبة برفقة الترويج، وبهذه المعادلة أسست عزة فهمي أول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات في مصر والشرق الأوسط في حي الفسطاط العتيق. هناك يخلق جيل جديد من الفنانين بعناية فائقة. الهدف بتاع المدرسة إن احنا ندي فرصة للناس إن هم مش بس يعني يستنوا حد مثلا في خان الخليلي إن هم اللي يعملوا لهم ديزاينز، بالعكس في المدرسة بنعلم التصميم الديزاين وكمان التصنيع، فكل الميكينج، فإزاي أنا أعمل خاتم وإزاي أتعلم إن أنا أتعامل مع النحاس والفضة وكده، إن أنا أعملها بنفسي، فيكون البرودكت اللي أنا خلصته يكون أنا اللي عاملاه من سكراتش من الأول خالص. المتدربون يتدفقون من شتى أنحاء البلاد ومن الشرق الأوسط، وأغلبهم فتيات، من بينهم فرح الفتاة العشرينية التي عادت مؤخراً من الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب في استوديو عزة فهمي للتصميم. في أولاد بيجوا أول، بس لما يجوا ويشوفوا كله بنات يطلعوا يحسوا إنه كله بنات يطلعوا، بس يعني بيجوا بعض الأحيان. داكي معروف وأحمد صبري يبدو أنهما الاستثناء الوحيد، أسسا معا علامة صبري معروف للموضة الراقية والإكسسوارات. كانت بداية غريبة شوية، عشان أنا أصلا مهندس معماري، أحمد جاي من advertising وماركتينج، ولا أنا ولا هو عندنا أي خبرة وكنا في الجولري، لكن حسينا أن في فراغ كبير جدا في المجوهرات في مصر او في الميدل ايست بشكل عام. مش فراغ ان هو المنتج مش موجود، على قد ما هو المنتج لا يناسب الثقافه بتاعت النهارده. لديهما طموح كبير بتشييد علامة عصرية، لكنهما أدرك مبكراً أهمية الاطلاع وتعلم أساليب صناعة المجوهرات الحرفية في مصر. نزلنا خان خليلي، تعلمنا من زيرو، يعني
عندنا الباك جراوند بتاع التصميم، لكن ما كناش عندنا المعرفه ازاي ان احنا نطبق التصاميم اللي احنا عايزينها بالماتيريالز المتاحه لينا، اللي هو كان الماتيريالز معادن. الفكره ان حولت ان انا ما كنتش عايز اقلد، يعني اخد التصميم اعمله زي ما هو. فكنت ابتدينا ان احنا عشان داكي معماري ابتديت ادخل الهندسه في الموضوع، بس كنت باخد اللاينز مثلا، ممكن اخد الفكره بتاعت الاتن ديسك، السان ديسك بتاع اخناتن، واغير فيه، يعني اخد الفكره والنسب بتاعت زي هو مرسوم واغير في الديزاين نفسه. ان انا ادخل معاه ديزاين لانجويج ثانيه، دخلنا اركتكتشر او العماره التكنولوجي. احنا اكتر حاجه يعني بتميزنا هي ان احنا بنستخدم التكنولوجيا في التصميم، في التصنيع، وفي في الكوميونيكيشن مع الكلاينتس بتاعتنا. فده بيفرقنا، وفي نفس الوقت هو الكور بتاع صبري معروف. مثلا البيس دي الكف دي كان الانسبيريشن بتاعها السان ديسك بتاع اخناتن والوينجز بتاعت ايزيس. فكنت يعني مش باخد حاجه واحده فرعوني، برضه ممكن ادخل كذا حاجه مع بعض عشان يبقى شكلها فريش او يبقى شكلها حاجه جديده ما اتشافتش قبل كده. يعني تصميمات صبري معروف تهتم بالمرأة المصرية المعاصرة. الست المصرية المعاصرة هي بتسافر كتير، بتمثل بلدها إن هي وعايزة تبقى شكلها مصرية بس دولية international. فده مصدر الهم. الست قوية يعني بالنسبة لي يعني. المرأة القوية التي تستلهم جمالها وأناقتها من التراث المصري القديم. بص على أمارنا وبصيت على نفرتيتي مثلا، الجمال بالنسبة لي إن هي كانت شكلها حد قوي قوي بس ضعيف في نفس الوقت. قدرة مصممين من الشباب على استلهام تصميمات عصرية من التراث، ذلك يخبرنا الكثير عن قيمة إرثنا المصري القديم، خاصة للأجيال الجديدة. أنا زي ما إنجي قالت ملك، بنت إكرام نخلة، ابتديت أشتغل معايا يمكن من 10 سنين 12 سنة، بس كنت عارفة طول عمري إني أشتغل معايا كطفلة، كان عشان ما زعجهمش في البيت وهم بيشتغلوا كانوا يدوني ورقة ويقولوا لي اعملي أي حالة، اعملي ارسمي عقد، اعملي أي حاجة. فمرة عملت حالة وقال لي ده حلو أنا هنفذه، كان يمكن سني 10 12 سنة، ونفذ الحلق فعلا، وجاي فرجهولي وقال لي أنا عملت الحلق ده وبعته واداني 10 جنيه وقتها، قال لي ده تمن الحلقة اللي انت رسمتيه. على الدرب نفسه تستكمل ملك نخلة مسيرة والدها إكرام فيما تلتزم بالتراث الغني لبلادها خلال تنفيذ أعمالها. ده مثلاً عقد تشوكر روماني، الديزاين بتاعه جاي من مش عارفة لو هيبان، تمثال وإحنا غيرناه يبقى شكله بالطريقة دي. ده عقد تقليدي فرعوني معمول بالحجارة لساني بلاشس الجارنت. ده سهل قوي، ده سهل في اللبس، سهل جدا في اللبس. لكن انت مصممه؟ لا طبعا. مش عارفه اهو الدنيا بتتطور. انا دلوقتي سني 74 سنه، فيعني الواحد بيسلم للي وراه. اللي ورايا بنتي ومرات ابني وابني التلاتة، ان شاء الله ربنا يديهم الصحة ويكملوا. والدي ما بيحبش قوي ياخد صور، ما بيحبش الويب سايت، مش عايز ان حاجتنا تبقى في كل حتة. هو شايف ان حاجتنا مكان ما هي حلوة قوي، زبايننا مختارة، بيقولنا على مكاننا. طبعا احنا كجيل جديد تفكيرنا مختلف، عايزين نبقى احنا في كل حته، بس هو كان رافض المبدا ده، فاحنا حاولنا نقنعه ومؤخرا عرفنا نعمل ويب سايت. ما افتكرش عمرنا نكون عايزين نبقى عندنا فيسبوك اكاونت او حاجه كده، بس نحب نبقى في حته تانية في العالم، ناخد وقت يعني ناخد وقتنا ستيب باي ستيب عشان نوصل.
احنا كان لا يمكن نوصل اللي احنا وصلنا له بالافكار وبالحماس وبالدم الجديد اللي دخل الشركه، لانه هم مفتوحين اكتر على العالم. في رحلتنا وفي مغامرتنا عن الآثار عشان نشوف عظمة الفراعنة، في أبطال غير معروفين إحنا هنقدمهم لحضراتكم في حلقتنا كلها. أنا اسمي الرئيس النوبي عبد الباسط حسن، رئيس أبا عن جد، تمام؟ وأغلبية شغلي كان في وادي الملوك من 76 يعني لغاية ما ربنا كرمنا ولقينا المقبرة دي اللي هي KV63 مقبرة 63 في 2005. وبعدين معايا العمال بنشتغل ومش عارف ايه كتير، فأنا هم قاعدين في رحلة الإصدار في الراحة، فأنا قلت هنشتغل بالمصريين لوحدي. كربنا كرمنا آخر أسبوع، فلسه بنضرب المصريين كده لقيت الكورنر الركن بتاع المقبرة، قلت الحمد لله يا رب. شلت حجرة عشان أنا بس نشوف ايه في جوه بالكشاف، كنت انا ندهت كشان ونفسي، لقيت ريحه زي البرفيوم زي المسك زي البخور طالع على وشي، انا شميتها قلت ريحه حلوه. فدرت الكشاف لقيت لك ايه التوابيت الخشب بالمسك حلوه جدا، والزيار اللي هي اللي بنقول عليها الجره الزير مركون صف كده على بعض، وفي الاخر فوق في تابوت اللي هو تابوت الصغير اللي لسه سليم، وفوق التابوت ده في بتاع ده، في التابوت ده الوحيد اللي هو سليم بس ما حدش يقدر يخش جوا عشان كله مكسر واكله اللي هو الدود البيضه اللي بنقول عليها العته او الجرده. فتقول يعني فدكتور شاهد طبعا اتبسط وفرح ومش عارف ايه وانت كويس وهنوب ومش عارف ايه، قلت الحمد لله رب العالمين. اني اسمي احمد البدوي بالغصاب، شغال من 98 في البعثات، اشتغل في السنه 3 بعثات اثريه، اشتغل في قوم الحيتان من حتب ثالث والبرنسه، بشتغل في رفع الحجاره برفع التماثيل بالنسبه لقوم الحيتان، برفع السخامت، بنعمل نرفع التماثيل بالنسبه للتماثيل الكبير حجم كبير، بنعمل كباري خشب نشتغل عليها، وبننشئ انا ومجموعه تيم كبير معي حدود 45 واحد في قوم الحيتان، بنرفع التماثيل بالنسبه رفعنا التمثالين من حتب اللي هم موجودين حاليا عند بيت حطبه اللي احنا بنقول عليها جنب برم بتاح، دي جبناهم من الاول مطنين لما كان قاعد يكحتوا طلعناهم، ابتدينا نطلعهم جزء في جزء، والترميم معانا بيساعد ننشئ ونرفع ونركب التمثال حته حته. جينا بعد ما خلصنا دول رجعنا تاني مكاننا الاصلي اللي هو برم بتاح من حتب الأصلي، رفعنا التمثالين وبعد كده الكبار اللي احنا أكبر أحجام خدنا حدود فيهم 3 سنين عشان نرفعهم 4 سنين، بعد كده حاليا بنرفع في التمثيل الصغير السخامة الموجودة، أول التمثال موجود سخمت بنطلعه بيرفع أنا ومجموعة معي نحطه على العربية ونروح للترميم بتيجي ننظف عليه، وبعد كده نخش المخازن بنرفع باللونش، نرفع الونش 20 لو كان معي حجمه صغير ما بين 10 ل 20 طن، بنرفع بنحطه بنظام براطيم برضه 20 في 20 عزيزة طويلة كبيرة، ونحط الجزج بتاعنا هو نظام خشب برضه عزيز، ونحط عليها التمثال ونحط الدرفيل من تحت، نبتدي نسحب بقى حسب الكمية الناس الموجودة عندنا، كان حجمه كبير بنضطر نلم ناس كتيرة 100 نفر 200 نفر زي نظام الفراعنة القدام، نسحب بالحبال والوايرات لا حجم ما عندناش ناس كتير ما عندناش كمية ناس يعني مش موجودة ناس موظفة كتير، بنضطر نربط في أي حاجة قدام ونش حجر في نخلة في صنطة في أي حاجة ثابتة، نبتدي نشتغل على الونش نسحب بالونش ونسحب نحط الدرفيل ونغير نسحب نظام عجل يعني درفيل مش على طول، نشتغل لغاية ما نوصل مكان الموقع اللي هو عايزين، بعد كده نبتدي نرفع تاني وننزل التمثال زي ما كان. قصة
قبل الألف الثالث قبل الميلاد تم توحيد قطري البلاد، فصارت الدلتا ووادي النيل دولة واحدة تحت حكم ملك واحد. وتعتبر صلاية الملك نعارمر واحدة من أهم الاكتشافات التي تنتمي لتلك الفترة، وقد عثر عليها بالكوم الأحمر جنوبي قنا. يظهر الملك على أحد وجهي هذا الأثر العتيق وهو يؤدب أعداءه، ومن حوله الشكل النهائي للكتابة الهيروغليفية والتي ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات التالية. من الحقبة نفسها تشتهر صلاية الليبيين وجرزة وبعض الأثار المرصعة بالذهب والتي تبرهن على براعة المصري القديم في تطعيم أدواته. ومن تلك الفترة تشتهر أيضاً الأواني الفخارية المزينة برسومات لمراكب وأشكال هندسية. كانت البلاد منقسمة عليا وسفلى، غير أن الملك مينا أو حور عحا أول ملوك الأسرة الأولى في التاريخ القديم تمكن من توحيد المملكتين تحت حكمه. وفي منطقة أبيدوس بصعيد مصر صممت مقابر ضخمة تشبه عمارة القصور الملكية لدفن الملوك الأوائل لتلك الأسرة. ويعتبر تمثال الملك خاسخم من الأسرة الثانية المنحوت من الشيست أحد أجمل الآثار المنتمية لهذه الفترة.